واو! إن شبكة العنكبوت هذه تبدو مذهلة. أنت على حق ديبو، شباك العناكب ذات أشكال مذهلة حقا. أنا أتساءل كيف تنسج العناكب شباكها؟ أجل، لنعثر على عنكبوت ونسألها. سأحتاج إلى جناحين وإلى أقدام العنكبوت. استعمال جناحين وأقدام العنكبوت. والآن تفعيل محطة بليبي. هيا نتقلص الآن. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. صباح الخير، أنا نسوج. أتيت في الوقت المناسب لأنني سأصنع الآن أحدث إبداعاتي. مرحباً، أنا بليبي. إذن هل ستنسجين شبكة؟ لقد أصبت. ستكون هذه الشبكة تحفتي المميزة، وهي الشبكة الأكثر تشابكاً. هل تساعدني؟ أجل، أرغب حقاً في تعلم طريقة نسج العناكب شباكها. حان وقت الابتكار. ديبو، سأعود فيما بعد. ليبي، أنت ستمسك بخيوط الشبكة. سيكون شكل الشبكة دائرياً مع لمسة الفنية، وهي بعض المثلثات في الوسط. ما نوع الخيوط التي تستعملينها في صنع شبكتك؟ أستعمل خيوطي الخاصة التي أصنعها بنفسي. تلك الخيوط تخرج من داخل بطني، وهناك بعض الحشرات مثلي تخرج من بطنها خيوطاً قوية كالحديد. مذهل، أكملي يا نسوج. ثم أشكل الدوائر حتى تكتمل تحفتي الفنية. هل أمسكت بهذا الخيط يا بليبي؟ حاضر. واو، هذا الشكل الدائري رائع جدا. والآن بليبي، أمسك بالخيط جيدا وتدلى لتلقي نظرة عن كثب. نسجت صورتي على شبكتك يا نسوج. ألست موهوبة؟ والآن يمكنك اختبارها. اقفز عليها وتحقق بنفسك. هل ستتحملك الشبكة؟ عليها مادة دقيقة لإمساك الحشرات التي أتناولها. شبكتك جميلة ومفيدة أيضاً يا نسوج. أشكرك لأنك أجبت عن سؤالي. كيف تنسج العناكب شباكها؟ تستعمل خيوطاً قوية وعليها مادة دبقة، فتصنع الشبكة بشكل دائري. احفظ الإجابة يا ديبو. نشكرك لأنك أريتنا طريقة صنع شبكة متكاملة رائعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. انظر، هذا الطائر يطير ليلاً. ها، إنه خفاش. أنا أتساءل كيف تطير الخفافيش في الظلام؟ هذه فكرة رائعة. لنذهب في رحلة جوية ليلاً. سأحتاج إلى الجناحين وأقدام العنكبوت. استعمال الجناحين وأقدام العنكبوت. والآن تفعيل محطة بليبي. نتقلص الآن. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. ما مصدر الأضواء؟ مرحبا، هذا أنا بليبي، وقد شغلت المصابيح الأمامية للعثور عليك. أهلا بك، أنا الخفاش دامس. كنت ذاهبا لأطير في مسار الطيران المفضل عندي. أتنضم إلي؟ بلا شك. ترى كيف تستطيع الخفافيش الطيران في الظلام؟ أنا سأريك ذلك، ولكنني أريد منك شيئا. لا مصابيح أمامية. حسنا، هيا بنا. هذا مظلم جدا. عوائق، غصن، احترس. بليبي، ألم تسمع الشجرة؟ لا، لم أسمع. مهلا، هل قلت أسمع الشجرة؟ نعم، يمكنني سماع كل شيء في طريقي. انتبه، صخور. رائع، وكيف تفعل ذلك؟ لدى الخفافيش مهارة خاصة تدعى تحديد الموقع بالصدى. أصدر أصواتاً فترتد من على الأشياء وتصدر صدى عندي، فأعلم أمامي.
الأشياء وكم تبعد عني. حقاً ديبو؟ أنت أيضاً لديك نظام تحديد الموقع بالصدى، وهذا لأنك كلب آلي؟ إذاً لنستعمل. هيا نحلق معاً. واو! تطيران جيداً. شكراً لك، فقد حصلت الآن على إجابة عن سؤالي: كيف تطير الخفافيش في الظلام؟ بسبب تحديد الموقع بالصدى تصدر الخفافيش أصواتاً حادة فترتد من على الأشياء وتصدر الصدى، وهكذا تعلم أين موقعها في الظلام. احفظ الإجابة ديبو. لقد حان وقت النوم. استمتعت جداً بالطيران معكما. هل تنام الخفافيش رأساً على عقب؟ الخفافيش مخلوقات مذهلة. إلى اللقاء يا خفاش دامس. احتفال التنكر يا تيبس، أنا أحب هذا الاحتفال كثيراً. هاي انظر، هذا منزل مزين. شاهد هذه الزينة الجميلة، إنها رائعة جداً. أنت على حق تيبس، قد يكون في الداخل حلوى لذيذة. أنا أتساءل، ما الذي داخل هذا المنزل المزين؟ أرجو أن أعلم عن هذا. وأنت يا تيبس؟ تيبس؟ سأبحث عن صديقي تيبس، أظنه دخل إلى المنزل. هيا نبحث عنه. مرحبا، أنا اسمي بليبي، أنا أبحث عن صديقي تيبس، هل رأيته؟ أهلاً بليبي، أنا سيد يقظين. ولكن هل هذا طايف؟ على الأرجح، نعم، أنا لم أرى تيبس. ولكن يمكنك يا بليبي البحث عنه بنفسك داخل هذا المنزل المملوء بالأشياء العجيبة. أشكرك. ربما رأى صديقي عظمي صديقك تيبس، إنه في القبو. لتصل إليه، عليك أن تنزل هذا الدرج. حسناً. تحول الدرج إلى صحلوقة. سيد يقظين؟ تيبس، أين أنت؟ آسف. لا تقلق، يحدث هذا دائماً مع عظمي. ربما رأى تيبس. علي أن أكنسه. لو كنت مكانك لما فعلت ذلك. آسف يا عظمي. ربما يعلم ذلك الطيف مكان صديقي تيبس، سأتبعه الآن. مرحبا سيدتي، وداعا سيدتي. أظن أن هذه طريق مسدودة. ترى إلى أين ذهب الجميع؟ مدهش، هذا جدار دوار. تهانينا بليبي، فقد عبرت منزل الاحتفال كله بشجاعة، والآن حان الوقت لنقدم إليك الحلوى. لحظة، أنا لم أعثر بعد على تيبس. تيبس، كنت أنت الطيف الطائر كل هذا الوقت. حسناً، عثرت أخيراً على إجابة سؤالي، ماذا في داخل المنزل المزين؟ فيه هياكل عظمية مضحكة، وشباك العناكب، ويقطين الناطق، وعناكب وصورة، والطيف الطائر تيبس. احفظ الجواب يا تيبس. شكراً على سماحك لنا بالاستمتاع في منزلك سيدي، مغامرة ممتعة. على الرحب والسعة. يام! أظن أن طعم شطائر الديك الرومي شهي جداً. ما هذه الفوضى؟ هاي، انظر إلى تلك الذبابة التي تمشي على السقف. أنا أتساءل، كيف يستطيع الذباب المشي على السقف؟ سأحتاج إلى الجناحين وأرجل العنكبوت. استعمال الجناحين وأرجل العنكبوت. والآن تفعيل محطة بليبي. هيا نتقلص الآن. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة.
هاي ديبو، أظن أنني أعلم من يكون ذاك. إنه زنان. أهلا بك بليبي، لم أرك منذ وقت طويل. كيف يمكنك الوقوف على السقف؟ الأمر سهل، والآن شاهد هذا. يجب عليك أن تعلم أن السقف هو ساحة الرقص الواسعة الرائعة الخاصة بي. تدا تدا تدا. ها، حان دورك الآن. هيا بنا. لماذا لا تتمكن مركبتي من الوقوف على السقف أيضاً؟ ما الخدعة؟ ها هي ذي الخدعة. يجب عليك أن تلتصق. التصق؟ اسمع، سأشرح لك شيئاً. تفرز أقدامي مادة لاصقة جداً تساعدني على الوقوف على السطح. خذ، جربها. سأجربها بلا شك. هيا بنا. واو! والآن التصقت مركبتي بالسقف. انظر إلى كل هذه الفوضى الجميلة. أوه، علقنا هنا بسبب المادة اللاصقة. هذا لأنك لا تحرك أقدام مركبتك مثل أقدام الذبابة. أحركها كأقدام الذبابة؟ هذا صحيح. المادة اللاصقة للذباب قوية جدا، ولذلك علينا أن ندفع بأنفسنا حتى نمشي على السقف. هكذا. هكذا؟ أحسنت. والآن هيا نرقص. حرك قدمك هكذا مثل الذبابة. اجعل حركات رقصتك متناسقة مثل رقصتي. أخيراً نجحنا، وحصلت أيضاً على إجابة عن سؤالي. كيف يستطيع الذباب المشي على السقف؟ تفرز أقدام الذباب مادة لاصقة، وهي التي تساعد الذباب على الالتصاق بالسقف. احفظ الإجابة ديبو. حسناً، والآن سأذهب لأتناول طعام العشاء. أراك بخير. إلى اللقاء. انظر إلى ذلك السنجاب الصغير الذي يحفر حفرة. أرأيت كيف يدفن حبة المكسرات؟ هذا صحيح ديبو. يجب علينا أن نعلم الإجابة. أنا أتساءل، لماذا تدفن السناجب المكسرات؟ إذن سأحتاج إلى ذراع الحفارة والجناحين أيضاً. استعمال ذراع الحفارة والجناحين. والآن تفعيل محطة بليبي. نتقلص الآن. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. انظر يا ديمو، هذه ثمرة بلوط، وهي من المكسرات وتحبها السناجب كثيرا. مرحبا أيتها السناجب، لدينا حبة بلوط. بلوط بلوط، أريد مزيدا منه، أحب البلوط كثيرا. مرحبا، هذا أنا بليبي وهذا ديمو. عثرنا لك على ثمرة البلوط هذه. بلوط. شكراً لك بليبي، وأنا اسمي نشيطة، وأنا خبيرة بثمار البلوط. إذن أخبرينا يا نشيطة، لماذا تدفن السناجب البلوط؟ ماذا؟ أنت لا تدفن البلوط؟ تعال يا معي، لا وقت نضيعه، نريد مزيداً من البلوط، بل كثيراً منه. هذه الحديقة مكاني المفضل لجمع كل أشيائي ودفنها. أدفن 25 شيئاً في ساعة. هذا عدد كبير جداً. كيف تتذكرين أين وضعت الأشياء؟ أنا أبقي كل شيء هنا داخل دماغي. لدي ذاكرة مذهلة جداً. أتظن أنك تستطيع التذكر مثلي؟ أتريد أن تجرب؟ هذا مؤكد. حسناً، والآن شاهد. انتهيت. هل تتذكران أين دفنت كل ذلك البلوط؟ أتذكر بلا شك، هذا سهل. ليس بلوطا. هذا الأمر أصعب مما ظننت. جوز لذيذ. لم نعثر على أي ثمرة بلوط. هذا لأنني أعتني بها عند إخفائها لأعثر عليها وحدي فيما بعد، فتبقى في أمان لأخرجها في الشتاء عندما أكون جائعة ويصعب العثور على الطعام.
رائع جداً! لقد حصلت الآن على إجابة عن سؤالي. لما تدفن السناجب المكسرات؟ تدفنها وأشياء أخرى لتتمكن من تناولها في وقت لاحق، فتضمن غذاءها لفصل الشتاء. احفظ الإجابة ديبو. وداعاً يا نشيطة. وداعاً. حفرة موفقاً. واو، انظر إلى البطتين اللتين تعومان في البركة. تماماً يا ديبو، لا شك أن هناك سبباً ما لبقاء البط عائماً. أنا أتساءل، كيف يعوم البط؟ فكرة رائعة، لنسأل تلك البطة. سأحتاج إلى قدمي البطة وإلى الجناحين. قدمي البطة والجناحين. والآن تفعيل محطة بليبي. نتقلص الآن. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. مرحبا أيتها البطة. مرحبا أيتها. هذه بطة كبيرة. تمسك جيدا ديبو. مرحبا، هذا أنا بليبي وهذا صديقي ديبو. أهلا بكما بليبي وديبو. أنا كوكي، أهلا في البركة. أتيتما للسباحة؟ في الحق إنما جئنا إلى هنا لأننا نريد أن نعلم كيف يعوم البط. أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل. هذا أمر مثير للاهتمام حقاً. أتلقي نظرة؟ فكرة رائعة، سألقي نظرة. لا يمكننا الاقتراب أكثر. أنت على حق، نسيت أن لدينا منظاراً. واو، ماذا رأيت؟ لديك يا كوكي قدم غشائية. ديبو على حق، توقفت عن التجديف ولكنك لا تزال عائما. إذا ليست اللتين تجعلانني أعوم. لدي فكرة، أنا أظن أن لعومنا فوق الماء علاقة بريشنا. يا كيكو، دع بليبي يلقي نظرة تحت ريشك. كأنني أغوص هنا داخل نفق من الريش، وقد لاحظت أن الريش عليه مادة زيتية. تذكر، نفرز زيتاً يجعل ريشنا مقاوماً للماء. قلت ريشاً مقاوماً للماء؟ واو، هل هذه فقاعة؟ فقاعة؟ ما معنى الفقاعة؟ إنها هواء. فقاعات الهواء تطفو بريش البط مثل الفقاعات. إذن فقاعات الهواء أيضاً تساعد البط على العوم. أتعلم؟ لدينا فقاعات هواء في ريشنا. هذا صحيح، والآن قد حصلت على إجابة عن سؤالي. كيف يعوم البط؟ يحبس ريش البط فقاعات مملوءة بالهواء فيدفو على سطح الماء، وهكذا يعوم البط. احفظ الإجابة يا ديبو. شكراً على كل شيء كوكي. إلى اللقاء. واصل العوم. إلى اللقاء. أنت على حق، تعبر الكناجر هذه الطريق، ونحن الآن في أستراليا، لذا لا نعلم في أي لحظة قد يقفز كنغارو. أمامنا. انظر، قفزة هذا الكنغر رائعة. أنا أتساءل، ترى ما ارتفاع قفزة الكنغر؟ فكرة ممتازة، سنذهب ونسأل ذلك الكنغر. سأحتاج إلى أرجل الضفدع لهذه المغامرة. استعمال أرجل الضفدع. والآن تفعيل محطة بليبي. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. هذا الإقليم النائي من أستراليا، لذا هيا لنعثر على الكنغر. أهلا بكما، اسمي واثب. ما الذي أتى بك في مركبتك الرائعة إلى هذا المكان؟ مرحبا واثب، هذا أنا بليبي وهذا صديقي ديبو. وقد أردنا أن نعلم مدى ارتفاع قفزة الكنغر. سعدت بكما، أستطيع أن أقفز إلى ارتفاع مركبتك هذا. انظرا كيف أقفز. ممتاز، قفزة واثب عالية جدا وسريعة أيضا. وأنت سريع أيضا، إذا ما رأيك في أن نتسابق؟ هذا رائع. حسنا، إذا لنتسابق إلى صخرة الحجر الرملي، نسميها أولورو أو صخرة آيريس، إنها قلب أستراليا. واو، لا أصدق هذا. العائد إلى هنا
أولا يفوز. قبلت التحدي يا واثق. تذكرت؟ قد يعترض طريقك حاجز أو اثنان. شكرا على تحذيري. والآن فليبي هيا اقفز. ارتفاع الحاجز متراني تقريباً. هيا، أمستعد للقفزة الأعلى؟ نعم. هذه 3.5 أمتار. واو، رائع، ممتاز. يوهو. هذه الجائزة من نصيب أفضل قافز رأيناه. هاي. والآن قد حصلت على الإجابة عن سؤالي، ما ارتفاع قفزة الكنجر؟ يستطيع الكنغرو أن يقفز إلى ارتفاع 3.5 أمتار. احفظي الإجابة ديبو. لقد كان ذلك ممتعاً. أبرد جسدي لذا ألعق ذراعي. هذا أمر خاص بنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تيبس، انظر إلى روعة هذه الغابة المطيرة. أنت على حق، واثق بأنه يعيش فيها مختلف أنواع الحيوانات. أنا أتساءل، ما الحيوانات التي تعيش في الغابة المطيرة؟ أحتاج إلى أرجل العنكبوت وذراع الكماشة. أرجل العنكبوت وذراع الكماشة. والآن تفعيل محطة بليبي. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. المكان مملوء بالنباتات الخضراء، لا شك في أنها تحظى بأمطار وفيرة. إن تخمينك هذا صحيح. مرحباً، اسمي بليبي وهذا صديقي تيبس. اسمي أكولا. دبة الباندا العملاقة ترحب بكما. أتساءل، ما الحيوانات التي تعيش في الغابة المطيرة؟ هل أريتنا المكان؟ بكل سرور، ولكنني سأتناول الغداء مع أختي ولا أريد أن أتأخر عنها هذا اليوم. لن نستغرق وقتاً. إن كان كذلك، لنذهب ونرى ما الذي سنعثر عليه. أجل، شكراً أكولا. أشعر بالجوع قبل الغداء، هل ساعدتماني على جمع الخيزران كي أتناول وجبة خفيفة؟ بكل سرور. طول هذا الخيزران يقارب طول المنازل. إن الأغصان الأرطب في الأعلى، هل تستطيع أن... هذا رائع. انظري، هناك قرد. ها؟ هذا القرد ذهبي اللون. مرحبا نشيط. آسفة، نحن نحب تناول الخيزران، إنه طعامنا الوحيد. ألا تحبين المثلجات؟ الباندا لا تأكل المثلجات إلا إذا كانت بطعم الخيزران. هل أعطيتني مزيدا من الخيزران؟ فالمضغ يشعرني بالجوع الشديد. حسنا، أنا أرى غصناً جيداً هناك. حشرات صغيرة. هذان زين وزينة من سوس الخيزران الأحمر. مرحباً يا حشرات. لا، سأتأخر مرة أخرى، علينا الذهاب الآن. تأخرت عنك ثانية، ولكنني كنت أساعد صديقي الجديدين بليبي وتيبس. مرحباً. هل أستطيع مشاركتك في الخيزران الذي معك؟ شكراً على الجولة يا أكولا، فقد ساعدتني على الإجابة عن سؤالي، ما الحيوانات التي تعيش في الغابة المطيرة؟ القرود الذهبية والخنافس، دببة الباندا التي تحب تناول أغصان الخيزران. احفظ الإجابة يا تيبس. حان وقت تناولنا وجبة خفيفة. أراكما بخير وداعا أكولا. واو، تحمل تلك العصفورة أغصاناً كثيرة. صحيح ديبو، تحضر الأغصان لأجل العش. أنا أتساءل، كيف تبني الطيور أعشاشها؟ فكرة رائعة، لنتبع تلك العصفورة لنرى كيف تبني عشها. سأحتاج إلى الجناحين وذراع الكماشة. جمع الجناحين وذراع الكماشة. والآن تفعيل محطة بليبي. هيا نتقلص الآن.
صارت مركبة بليمبي مستعدة للمغامرة. مرحبا، هذا أنا بليمبي وهذا ديبو. أوه لا، ما الذي حدث لعشك؟ أهلا بليمبي وديبو، أنا جودي. دمرت عشي العاصفة في الليلة الماضية. لا تقلقا يا صغيري، ستعيد والدتكما بناء العش. كنا نسأل كيف تبنين عشك. سأجيب. أولاً أحتاج إلى من يعتني بالبيضتين. أظن أن ديبو سيحب العناية بهما كثيراً. شكراً لك ديبو. والآن هيا بليمبي لنحضر بعض الأشياء كالعشب والوحل والأغصان. إنها قريبة من جاد، علينا أن نبقيه مشغولاً لأنه غير ودود. هيا بنا. عصفور لطيف. جودي، أتمكنت من الحصول على العشب؟ نعم، حصلت عليه. وقت إحضار الوحل. والآن سأضع هذا الوحل في العش. ثم نحتاج إلى بعض الأغصان من فرع الشجرة. الطائر ثانية! شكراً ديبو. حان وقت البناء. أولاً أصنع دائرة بالأغصان والعشب، وأضع مزيداً من دوائر الأغصان بعضها فوق بعض. أوه، تبنينه باستعمال منقارك. الوحل كالغراء، أستعمله لتثبيت العش. إن العش الذي بنيته مذهل جداً جودي، وقد حصلت الآن على إجابة عن سؤالي، وهو كيف تبني الطيور أعشاشها. تجمع الطيور أشياء طبيعية مثل العشب والأغصان، ثم تستعمل الوحل لتثبيتها معاً. احفظ الإجابة يا ديبو. وداعاً بليمبي وديبو، وشكراً على المساعدة. إلى اللقاء جودي، أراك بخير. واو، انظر إلى ناطحة السحاب الضخمة والرافعة التي بجانبها. هذا صحيح، أظن الرافعة تساعد على البناء. أنا أتساءل كيف تساعد الرافعة على بناء الأبنية. فكرة رائعة، لنتحدث إلى الرافعة. سأحتاج إلى ذراع الكماشة وإلى الأقدام الممتدة. ذراع الكماشة والأقدام الممتدة. والآن تفعيل محطة بليمبي. صارت مركبة بليمبي مستعدة للمغامرة. إلى الأعلى أيتها الأقدام. واو! أهلاً، هل أنتما هنا لأجل مساعدتي؟ مرحباً، هذا أنا بليمبي وهذا صديقي ديبو. بلا شك سنساعدك، ما اسمك؟ رافع، الرافعة رافع. هذا أول عمل كبير لي وأشعر بالتوتر. أقدر هذا، وأنا أشعر بالتوتر أحياناً من الأشياء الجديدة، لذا لا تقلق، سنساعدك. أدير ساريتي وجسمي الطويل أيضاً، وأمد الذراع العاملة إلى الأسفل وهي ذراع طويلة. الآن أستعمل الخطاف لالتقاط هذا الطوب. ثقيل الوزن. لا أستطيع إيقافة أرجحه. أمسكت به. شكراً لك، لا أزال أتعلم، سأتقن الأمر. يمكنك مساعدتي على السطح، سأرفع ذلك الزجاج الذي في الأسفل. الزجاج ينكسر بسهولة. تستطيع ذلك. سأنجح، سأنجح حقاً. والآن ارفعها أكثر يا رافع. يا إلهي، احذروا فالزجاج يسقط. أمسكته، والآن هيا ننهي هذا العمل. رائع. أليست مساعدة رافع ممتعة؟ بليمبي، نجحنا.
وحصلت أيضاً على إجابة عن سؤال: كيف تساعد الرافعة على بناء الأبنية؟ ترفع الرافعة المواد الثقيلة كي تستعمل تلك المواد في بناء الأبنية المرتفعة. احفظ الإجابة يا ديبو. رائع! شكراً على كل شيء بليبي. وداعاً. وداعاً رافع. ستكون رافعة مذهلة يوماً ما. لا طعم أفضل من طعم الفواكه الطازجة. أنت على حق يا ديبو، فالخضر لذيذة أيضاً. أنا أتساءل، ترى ما الفرق بين الخضر والفواكه؟ هذا اقتراح ممتاز. إذن هيا ندخل إلى ذلك الحقل لنعلم ذلك. سأحتاج إلى الجناحين وإلى ذراع الكماشة. استعمال الجناحين وذراع الكماشة. حان الوقت لخوض المغامرة، والآن تفعيل محطة بليبي. هيا نتقلص الآن. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. هذا رائع! نحن الآن في حقل مشترك تنمو فيه مختلف الخضر والفواكه معاً. انظروا، أرى أحداً هناك. أنت المتسابق التالي في مسابقة ألعاب الطازج الأفضل مع مقدمه السيد خيار. عرفان أنفسكما. مرحباً، أنا اسمي بليبي وصديقي ديبو. هيا بليبي وديبو، مراجعة سريعة قبل أن نبدأ. داخل الفواكه بذور صغيرة أم كبيرة؟ والفواكه نباتات لها أزهار أيضاً. للفواكه بذور صغيرة وكبيرة، نباتات لها أزهار. فهمت. والآن الخضر مختلفة، فهي نباتات من جذور وأوراق. فهمت هذا أيضاً. حسناً، هيا لنلعب. إذن بليبي، أخبرني، الجزر من الفاكهة أم من الخضر؟ الجزر من الخضر، وذلك لأن الجزر جذر له أوراق. أحسنت بليبي. أيمكنك الإجابة عن سؤالين متتاليين؟ إذن بليبي، هل هذه البندورة من الخضر أم الفواكه؟ سؤال صعب. حسناً، تنمو البندورة على نبتة، ولكن للبندورة بذور. إذن أهي خضر أيضاً؟ أنا آسف، فالبندورة نوع من أنواع الفاكهة. والآن إليك السؤال الأخير يا بليبي، هل تستطيع أن تخبرني، الفراولة من الفواكه أم خضر؟ الفراولة من الفاكهة؟ نعم، قد أحسنت، الفراولة من الفاكهة. أجبت إجابتين صحيحتين، ولهذا قد فزت بالجائزة. شكراً سيد خيار، وقد حصلت على إجابة عن سؤالي أيضاً. ما الفرق بين الخضر والفواكه؟ الخضر جذور وأوراق، وللفواكه أزهار وبذور كبيرة أو صغيرة. احفظ الإجابة ديبو. وداعاً يا سيد خيار. إذا تهانينا يا بليبي، انتهت المسابقة معي. أنا السيد خيار، واعلم أنني من الفاكهة. الحلقة القادمة مع السيدة مانجا في برنامج خضر الفواكه. انظروا إلى ندف الثلج هذه. أوافقك تماماً يا ديبو، فندف الثلج جميلة. أنا أتساءل، كيف يهطل الثلج؟ أنت على حق ديبو، لنصعد إلى إحدى الغيمات ونعلم ذلك. أحتاج إلى ذراع الكماشة والذراعين. ذراع الكماشة والذراعان. والآن تفعيل محطة بليبي. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. لنذهب ونعلم كيف يهطل الثلج. هيا. هذا ارتفاع شاهق، صار الهواء هنا باردا جدا. أليس هذا المكان رائعا؟ أنا اسمي فريدة، أهلا بكما في غيمتي. ها. مرحبا، هذا أنا بليبي وهذا صديقي ديبو. يبدو أنك تعملين بجد. ها، هذا صحيح. ها، فأنا جزيء صغير الآن، وسأصير نطفة ثلج عما قريب. هل أعطيتني قطعة من غيمة الماء؟ يتجمد الماء الذي في الغيمة علي، لذا يزداد عدد بلوراتي. ها،
النطفة الواحدة تحتوي على بلورات جليدية يصل عددها إلى 100. ها؟ أرى أن بلورات الجليد جعلتك قوية جداً يا فريدة. إليك هذه، هيا التقطها يا ديبا. بعد أن صرت أثقل أستطيع السقوط إلى الأرض، اتبعني الآن. فريدة، كلما اقترب منك بخار الماء وتحول إلى بلورات جليدية تصيرين أكبر وأجمل منظراً. شكراً. يبدو لك 6 رؤوس مثل كل نذف الثلج يا فريدة، ولكن لك شكلك الخاص بك. نعم، نحن لا نتشابه في الشكل، وهذا يعني أنه لا أحد يشبهني، ولذلك اسمي فريدة. رجل ثلجي أمر رائع، سأهبط عليه مع أفراد فرقتي. هبوط متقن جداً، نجحنا. أحسنت يا فريدة. وأنا حصلت على إجابة عن سؤالي، كيف يهطل الثلج؟ يبدأ جزيئاً صغيراً في الهواء ويجمع البلورات الثلجية كلما انخفضت حرارته أكثر، وفي النهاية يصير ندفاً فريدة الشك. احفظي الإجابة يا ديبو. وداعاً فريدة. وداعاً يا بليبي. إن الجو حار هذا اليوم، انظر هذه المثلجات تذوب على يدي يا تيبس. أنا أتساءل، لما تذوب المثلجات على يدي هكذا؟ ماذا قلت تيبس؟ هل أذهب إلى شاحنة المثلجات وأسأل المختص؟ فكرتك جيدة، سنحتاج إلى جناحين وذراع الجرافة ورجلي بطة. الجناحان وذراع الجرافة ورجلا بطة. والآن تفعيل محطة بليبي. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة، وقت الاكتشاف لنعلم لماذا تذوب المثلجات. هيا نتقلص الآن. دخلت شاحنة المثلجات. مرحبا، أهلا بكما في حي. أنا اسمي كرزية، سعدت بكما. مرحبا كرزية، اسمي بليبي، وأتساءل لماذا تذوب المثلجات على يدي دائماً؟ أعلم الجواب، ولكن أولاً لنستمتع بوقتنا. موافق. نتزلج على المثلجات. نتزحلق على السوبر. وسنغوص أيضاً في الشوكولا. كرزية، لكن هل تذوبين؟ نعم، أنا أذوب لأني صرت دافئة. سأذهب لأبرد نفسي في الثلاجة وسأكون بخير. بارد جداً. كيف حالك الآن يا كرزية؟ بأفضل حال وأبردها، الآن صرت مستعدة. المكان بارد، متجمد. نعم، ما أروع أن تشعر بالبرد إن كنت حلوى مجمدة مثلي. حرارتي المثالية هي 32 درجة فهرنهايت وصفر درجة مئوية. إن حافظت عليها فلن أذوب أبداً. هذا جيد، أنت مثل مثلجاتي التي كانت معي. عندما كانت خارج الثلاجة في حرارة مركبة بليبي ذابت على يدي. كان على مثلجاتك أن تأتي لزيارتنا هنا. أنت على حق، وهذا يعني أني وصلت إلى جواب سؤالي، وهو لماذا تذوب المثلجات على يدي. والسبب هو أن المثلجات تذوب إن تعرضت للحرارة، ولهذا نحفظها في الثلاجة. احفظ الجواب يا تيبس. شكراً لك يا كرزية على هذه المغامرة اللذيذة، كانت رائعة وباردة. كن رائعاً وبارداً. إلى اللقاء. يا تيبس، لعبة القفز التي على شكل القلعة رائعة. أتساءل، ما شعورنا إن قفزنا على القمر؟ فكرة جيدة تيبس، لنذهب إلى القمر لنعلم ذلك. نريد ذراع الجرافة ومحركا صاروخيا وأيضا رجلي الضفدع. ذراع جرافة، محرك صاروخي، رجلا الضفدع. حسنا، لنذهب للاكتشاف.
مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. ها هو ذا القمر أمامنا، والآن وقت الهبوط. هذا يدغدغ. من أنت؟ اسمي صخري والصخرة القمرية لأني صخرة. مرحبا بك، أنا اسمي بليبي وهذا صديقي تابس. أتينا لكي نعلم كيف يكون شعور القفز على القمر. لم أجرب ذلك من قبل لأني صخرة، ولكن دعني أحاول. حسناً، نهض. هذا جيد، إذن هيا نقفز. جا. أنا خفيف كالريشة، لم أعلم من قبل أني قادر على الاستمتاع هكذا. ما أروع أن نسبح وقتا طويلا في هذا الفضاء. لما نستغرق وقتا طويلا في النزول؟ السبب هو الجاذبية، القوة الخفية التي تبقي قدميك ثابتتين على سطح الأرض تجذب الأشياء إلى الأسفل، ولكن الجاذبية على سطح القمر أقل بكثير من الجاذبية على سطح الأرض، والسبب هو أن القمر أصغر حجماً من الأرض. لهذا نطفو في الفضاء وقتاً طويلاً. حصلت على جواب لسؤالي، كيف يكون شعورنا إن قفزنا على القمر؟ إنه شعور ممتع، تكون القفزات عالية طويلة لأن الجاذبية على سطح القمر أقل من الجاذبية على الأرض. احفظ الجواب يا تيبس. نشعر بأننا نطفو، ولكن الجاذبية تسحبنا إلى الأسفل ببطء. أنا صخري الصخرة القمرية، أشكرك على الوقت الممتع يا صديقي. وداع صخري، هيا تابع القفز. أحب الشوكولا، أتناولها بين حين وآخر. وأنت هل تحبها ديبو؟ لحظة، نسيت، الكلاب لا تأكلها، تؤلم معدتها. أتساءل ترى كيف تصنع ألواح الشوكولا؟ فكرة ممتازة، يمكننا الدخول إلى مصنع الشوكولا كي نعلم ذلك. أحتاج إلى الجناحين وإلى الطوافة وإلى مروحة الدفع. الجناحين والطوافة ومروحة الدفع، والآن تفعيل محطة بليبي. هيا نتقلص الآن، صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. هيا لنصنع بعض ألواح الشوكولا في مصنع الشوكولا. أهلا بكما. لستما حبتي كاكاو، أنا في حاجة إليهما لأبدأ بصنع الشوكولا. لست كذلك، هذا أنا بليبي وهذا صديقي ديبو. أهلا بليبي. أهلا ديبو. أنا لوح الشوكولا حلاوة، أهلا بكما في مصنعي الخاص. شكراً حلاوة، أود أن أرى كيف تصنعين ألواح الشوكولا، أيمكننا ذلك؟ بكل سرور، يبدأ الأمر من حبات الكاكاو. تأتي حبات من النباتات. حسناً، إذن كيف تصير حبات الكاكاو شوكولا؟ تذهب هذه الحبات في رحلة قصيرة، أولاً إلى حمام الحبات، ثم تحمس حبات الكاكاو بعد ذلك، وبعدها تطحن وتصير حبات دقيقة الحجم. ثم يمزج مسحوق الكاكاو مع الحليب والسكر ليصير حلو المذاق لين القوام. هيا ديبو، حان وقت التزلج. لا، ولكن هذا ممتع. الشوكولا ديبو. وبعد أن تبرد الشوكولا وتأخذ شكل الألواح، نلفها بالغلاف فتصير مجهزة. واو، أنتما متشابهان، وأنا حصلت على إجابة عن سؤالي،
كيف تصنع ألواح الشوكولا؟ والجواب تغسل حبات الكاكاو فتحمص فتطحن فتمزج مع السكر والحليب، وبعدها تبرد وتأخذ شكل لوح الشوكولا. احفظ الإجابة ديبو. شكراً لك يا حلاوة على الجولة الحلوة. على الرحب والسعة. وداعاً بليمبي. إلى اللقاء. أحب مركبة بليمبي الرائعة. أنت على حق ديبو، لدى مركبتنا أشياء مذهلة جدا. أنا أتساءل كيف كانت السيارات الأولى؟ فكرة رائعة، يمكننا العودة في الزمن لرؤية واحدة من السيارات الأولى. إذن سأحتاج إلى شفار مروحية. استعمال شفار المروحية. والآن تفعيل محطة بليمبي. في الزمن إلى الوراء. صارت مركبة بليمبي مستعدة للمغامرة. ها قد سافرنا في الزمن إلى أكثر من 100 سنة إلى الوراء. أتساءل لمن هذا المنزل؟ إنه منزلي. وأنا أدعى بليمبي. من أنت؟ مرحبا، هذا أنا بليمبي. مهلا، هل أنت جدي الأكبر؟ أظن أنني كذلك، وذلك إن كنت قادماً من المستقبل يا حفيدي. نحن هنا لنعلم كيف كانت السيارات الأولى يا جدي. أتيت في الوقت المناسب، فأنا الآن على وشك أن أقود أول سيارة لي. انظر، أليست جميلة؟ إنها جميلة جداً. إذن كيف تعمل سيارتك؟ أحرك هذا المرفق فيساعد على توليد طاقة لتشغيل المحرك. ها قد بدأ المحرك بالعمل. هاي يبدو أن سيارتك يا جدي لا تتسع إلا لشخصين ولا حزام للأمان فيها. الأحزمة تحميك. حزام أمان. حسناً، هيا بنا لنذهب إلى أعلى ذلك التل. نجحنا، وصلنا إلى القمة، والآن هيا ننزل إلى الأسفل. لا ديبو. ديبو. واو، هل لسيارتك مكابح؟ لها مكابح بلا ريب. كان هذا رائعاً. شكراً. هذا مذهل، وحصلت أيضاً على إجابة عن سؤالي. كيف كانت السيارات الأولى؟ كان لها مرفق لتعمل السيارة، وليس فيها إلا مقعدان، وفي السيارة مقبض يدوي لأجل المكابح. احفظ الإجابة ديبو. وداعاً يا جدي الأكبر، أرجو لك قيادة آمنة. الجبل أمامنا مرتفع جداً. أنا واثق بأن هناك جبالاً أعلى منه، صحيح؟ أنا أتساءل، ما هي أعلى قمة جبل في كل العالم؟ هذه فكرة ذكية، سنذهب إلى الهيمالايا لنعلم ذلك. سأحتاج إلى الجناحين وإلى ذراع الجرافة. الجناحان وذراع الجرافة. والآن تفعيل محطة بليمبي. صارت مركبة بليمبي مستعدة للمغامرة. لنذهب ونعثر على أعلى قمة جبل في العالم. ووهو. مرحباً، أنا بليمبي وهذا تيبس. نبحث عن أعلى قمة جبل في العالم. إنني أتسلقه الآن. مرحباً، أنا نطفة الثلجية. نطفة. أنا متجهة نحو القمة، سأجد أفضل الثلج هناك. مذاق الثلج القديم سيء. أيمكنني المجيء؟ أرغب في أن أرى الوضع على أعلى قمة جبل في العالم. بلا شك، ولكن استعدا، فهذا الجبل شاهق الارتفاع. أوه،
جليد. الارتفاع شاهق والجو هنا بارد كثيرا يا تيبس. شكرا يا تيبس، أحب شراب الشوكولا الساخنة. انهيار ثلجي. أمسكتك. جيد، كان هذا وشيكا. انظر، هذه قمة الجبل. نعم، لقد وصلنا. الرياح شديدة هنا. أمسكت بك يا بليبي. شكرا لك. هل تعلمين ما اسم هذا الجبل؟ إنه أحد جبال الهيمالايا. ويسمى باسم جبل إيفريست. إنها على حق. لقد حصلت الآن على إجابة عن سؤالي، ما أعلى قمة جبل في العالم؟ والجواب هو قمة إيفريست، وارتفاعها يقدر بنحو 29 قدماً. احفظ الإجابة يا تيبس. والثلج هنا طعمه لذيذ. أحب الثلج. بالهناء والشفاء. وداعاً يا نطفة. وداعاً بليبي. النحلة التي هناك مشغولة بالعمل، وهذه أيضاً مشغولة، وتلك النحلة جميعها مشغولة بالعمل. ما عدا هذه النحلة. يبدو أن كل النحلات مشغولات بصنع العسل. أنا أتساءل، كيف تصنع النحلات العسل؟ إذن لندخل إلى خلية النحل. سأحتاج إلى جناحين وإلى ذراع الجرافة. استعمال الجناحين وذراع الجرافة. والآن تفعيل محطة بليبي. مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. إذن حان الوقت لنصير صغيرين مثل حجم النحلات. هيا نتقلص الآن. أصبت تيبس. تضع النحلة لسانها على الزهرة. مرحبا، هذا أنا بليبي وهذا تيبس. أتساءل كيف تصنعين العسل أيتها النحلة. أهلا بليبي، أنا نحولة. قلت العسل، أتيت إلى المكان المناسب. حسناً، أستعمل لساني لشرب هذا الرحيق اللذيذ، وهكذا تبدأ النحلات بصنع العسل. والآن وقت الطيران إلى خلية النحل. اتبعاني، ستريان النحلات العاملة. الأمر أشبه بمصنع عسل. نحولة، ولكن هل تمضغ جميع النحلات الرحيق؟ بلا شك، علينا المضغ، هذا عملنا. المضغ هو ما يجعل قوام العسل كثيفاً. فهكذا العسل. وبعد أن تنهي مضغه نحصل على العسل؟ لا لا، ثمة مزيد من المراحل. نمضغه ثم نبتلعه، يظل في بطوننا ليصير عسلاً، وبعدها نضعه داخل قرص العسل. داخل قرص العسل؟ نعم، نحن نحفظ العسل في قرص العسل. ربما أستطيع تذوق العسل. الرفرفة بأجنحتنا هو ما يجعل قوام العسل كثيفاً. هذا طريف وخاص بنا. رائع. نعم تيبس، لقد حصلت على الإجابة عن سؤالي، كيف تصنع النحلات العسل؟ أولاً تأخذ الرحيق من الأزهار فتمضغه ويدخل في بطونها، وبعدها تضع العسل في قرص العسل وترفرف فوقه بأجنحتها. احفظ الإجابة يا تيبس. وداعا نحولة، وشكرا على عملك النشيط المفيد. وداعا. أجل. السلطة. شكرا تيبس. لم أعلم بأن قطعة خس عالقة بين أسناني. ستساعدني فرشاة الأسنان. أنا أتساءل، كيف نستعمل فرشاة الأسنان لتنظيف أسناننا؟ فكرة رائعة، لنذهب للقاء فرشاة الأسنان في الفم. سأحتاج إلى الجناحين. استعمال الجناحين. هيا لنذهب ونكتشف معا. والآن تفعيل محطة بليبي.
مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. لقد حان وقت التقلص والدخول إلى الفم. هيا نتقلص الآن. نحن الآن داخل الفم. أنت على حق، نحتاج إلى طريقة لتنظيف الأسنان. هل طلبت المساعدة؟ مرحبا، اسمي هو فرشاة الأسنان لامع. من أنت؟ مرحبا، هذا أنا بليبي، وهذا صديقي تيبس. أريد أن أعلم كيف نستعمل فرشاة الأسنان لتنظيفها. حسنا، أنت تسأل فرشاة الأسنان المناسبة. إذا سأريك الآن أفضل طريقة لتنظيف أسنانك. حسنا. هاي أجبني لامع، هل هذا معجون أسنان هناك؟ هذا صحيح، يساعد على سلامة الأسنان وتنظيف بقايا الطعام. وإليك طريقة تنظيف الأسنان، لنبدأ من المقدمة. والآن سنبدأ بحركات دائرية صغيرة على كل سن. حسناً، انتهينا من تنظيف المقدمة، لننتقل إلى الخلف الآن. استدارة فقلب وحركات دائرية حول السن. هذا رائع، لنحرك بحركات دائرية دائرية دائرية. هذه تسمى الأضراس، أما أنا فأسميها فريق المضغ لإنجازها العمل الأكبر. أعلم يا تيبس، طريقة تنظيف الأسنان ممتعة جدا. هذا رائع. وبعد الانتهاء حصلت على الإجابة عن سؤالي، كيف نستعمل الفرشاة لتنظيف أسناننا؟ ننظف الأسنان بتحريك فرشاة الأسنان بحركات إلى الأمام والخلف بين كل الأسنان وبحركات دائرية، وهذا ما يخرج بقايا الطعام منها ويبقي الأسنان نظيفة. احفظ الإجابة تيبس. شكرا لكما على المساعدة. لا تنسيا غسل أسنانكما دقيقتين مرتين كل يوم، وستبقى أسنانكما لامعة. سنفعل. شكرا لأنك سمحت لنا بالمجيء لامع. وداعا. أنا أحب زيارة الشاطئ كثيرا. رائع، تلك سمكة طائرة. أتساءل ماذا يوجد في قاع المحيط؟ هذه فكرة جيدة، يمكننا الغوص في المحيط واكتشاف ذلك. سنحتاج إلى رجلي البطة ومروحة الدفع. رجلا البطة ومروحة الدفع. والآن تفعيل محطة بليبي. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. إن هذا عالم آخر في قاع هذا المحيط. هل هذه غابة تحت سطح الماء هنا؟ هذا صحيح، إنها غابة. أهلاً وسهلاً بك في حيي، اسمي أرجواني وأنا قنديل بحر. مرحباً، أنا بليبي وهذا تيبس. غصنا إلى هنا لنرى ما في قاع المحيط. نعم، فيه كثير، فالمحيط مملوء بالمفاجآت. سأخذكم للتجوال في أثناء طريق ذهابي للقاء أصدقائي. ممتاز، حسناً، شكراً أرجواني. أولاً، غابة الأعشاب البحرية، يصل طول العشب البري إلى 25 متراً. هذا طول شاهق. نعم، ولكن أحياناً يدفع تيار الماء البحري هنا هذه الأعشاب. عشب بحري! عشب بحري! لا، ما الذي حدث معكما؟ فكرة ذكية تيبس، إذن لنستعمل المحرك القوي. هذا جيد، سعيد بسلامتكما، هيا نتابع الجولة. هذه سمكة زرقاء ولها أنف طويل جدا. المارلين الزرقاء تستعمل أنفها الطويلة للبحث عن الطعام، ثم إنها سريعة جدا. لا، ما الذي يحدث هنا؟ معك حق، المكان مظلم هنا، ولكن اطمئن. أرجواني بليبي، هل أنت في الداخل؟ لا، تماسك. أخفت أنثى الحوت الكبيرة فدفعتكما مع الماء من فتحة رأسها، لا يحدث هذا في العادة. شكرا لك على إخراجنا يا أرجواني. إنك تضيء. ألم أقل لك إن المحيط مملوء بالمفاجآت؟ هاي انظر، أصدقاؤك. مرحبا بكم، جيد أنكم عثرتم علي. وأنا عثرت على إجابة عن سؤالي، ما الذي في قاع المحيط؟
غابة عشب بحري وسمك مارلين وحيتان ضخمة وأيضا قناديل بحر تضيء. احفظ الإجابة تيبس. ولا نزال في الفصل الأول من الكتاب. في الفصل الثاني أخطبوط وقرش وسلحفاة بحرية وسمك التونة وداعا أرجواني والقضاعة البحرية وحصان البحر والكركان وسمك